ضيوفنا لهذا الصباح مشاهدينا هم الثنائي طارق ويحيى. طارق صباح الخير ومرحبا بك. مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافه وشكرا بزاف لقناه تيلي ماروك. مرحبا يحيى. مرحبا. الله يحفظك خشي. شكرا على الاستضافه وشكرا لتيلي ماروك على الدعوه ديالك. مرحبا. كنذكر طارق انت مقيم في المانيا وانت ولد خالته. وانت مقيم في المغرب. مقيم هنا في المغرب شنقرا هنايا في ليزاداك وميم طون ديال معهد عالي الصحافه. وكيفاش درتوا حتى تلاقيتوا قررتوا او جاتكم الفكره انكم ديروا ديو؟ كيفاش جات الفكره؟ انا ديجا من الصغر كنت كنغني ودخلتي مقيم في المانيا كيجي من الصيف للصيف بحال هكا كنت نريحوا انا وياه بالجيتار وهذا باش نبقاو ندندنوا. واحد النهار جات الفكره انني لواحد الدري صاحبي شجعني قال لي لوح شي كوفر في اليوتيوب وهذا صافي. دخلنا الاستوديو جمعت شي بعض اغاني ديال الراي اللي عزيزين على قلبي وعاودتهم بطريقتي. صافي عاودتهم بطريقتي عجبني الحال وقلت علاش ما نبارطاجيهاش مع البيبليك وبارطاجيها وعجبات الناس. هي فين شافها ودخلتي وقال لي راك تمجدتي وعندك واحد المفاجاه في الصيف. قال لي راه نجي في الصيف وان شاء الله عندي لك واحد المفاجاه. وتما كانت المفاجاه. قبل ما نتكلموا على فاش رجعتي وجبتي معك المفاجاه لولد خالتك حتى انت واش كنتي في الميدان ديال الغناء او لا؟ لا انا في الميدان ما كنتش. ديجا انا كنت نكتب من صغير كنت نكتب ديت بخواطر باشعار. ترى واحد النهار واحد صاحبي شاف واحد القصيده كنت كتبتها قال لي ديري يمكن تكون اغنيه. قلت له بصح. قال لي وي سي سا. قلت له اوكي يلاه شندي قريان حاولوا نلحنوا انا وياك. كان اسم غنيه وقت تندنوا ومن بعد جاتني الفكره علاش ما نكتبش اغاني. وليت نكتب اغاني وتنغنيهم بوحدي وتنلحنهم وبشويه بشويه حتى ما عنده ما تيقولش الناس راه تنكتب راه تنكتب واش خليه ما عنده حتى تيجي في الصيف وتيقول لي اجي شوف هذه تنلحنوها انا وياك. تجاش هذه الفكره بحال هكا؟ نعم. جميل جدا. وهنا كان اللقاء ديال غادي نقول ولاد الخاله واللي عطاونا واحد لو ديو زوين وعطيتونا واحد الاغنيه اللي هي جديده واللي بغينا نتكلموا معكم فيها والمفاجاه كانت هي ما فيونسي. هضروا لنا شويه على الموضوع ديال الاغنيه هذه. علاش اولا كتهضر قبل ما ندوزوا الالحان والتوزيع؟ هي الاغنيه ما فيونسي كانت فكره تاع الوالده تنقدم ليها واحد كتبغي تتزوج واقيلا. لا ماشي كانت جالسه حدايا كما هكذا وانا كنت تنوجد واحد الاغنيه سميتها لوين الغوزي وهي سمعتها بالغلط. سمعت ما فيونسي وكنت كنكتب فيها وتنغنيها في الدار كحاجه تنعاون نلحنها وهي تتسمع لي ما تنغنيها تسمع لي ما فيونسي. قلت لها ديري واخا انا نكتب واحد الاغنيه ما فيونسي انا ديالك انتيا واخا ما كايناش ما فيونسي. هي هذيك بدات الفكره وكتبتها وهي باش في الصيف وريتها ليحيى ولحنا انا وياه بجوج. نبقاو في الموضوع ديال الاغنيه. اش كتهضر هذه الاغنيه هذه بالضبط؟ شنو الموضوع ديالها؟ الاغنيه كتهضر على خطيبتو حيت هو اللي كاتبو اللي هضر. تكلم لنا على الاغنيه بما انك انت اللي كاتبها. هذه اللي كاتبها هو اللي كاتبها. يعني عن خطيبه واحد خطيبه تبع هي كانت فكره ماشي غير ماشي يعني فكره فكرت فيها كما هكذا. شنو المشكل اخنا بك طارق؟ المهم تقلب صاحب اتو اسمعوا على حسب المره خطات شي الكلمه على لا معليش شويه قلت لي الالمانيه كتهرب بالعربيه بالالمانيه ماشي مشكل سيدي حنا قاعدين. المهم يعني خطيبه عندها تعرف واحد البنت وديجا خطبتيها والاب ديالهم يعني وقف لكم في مبغاش وباباها مافيوزي يعني باها شويه خطر وتتغني لها ودرت لها ديديكاس باش با يسمع ويرتاب شويه قلبه باش تتزوج بها. وسيدي كنتمناو يرتب قلبه ويرتب قلبها حتى هي. في الاول انتما ما كنتيش مقرر انك تغني مع الاغنيه يعني هذه هي المفاجاه كنتي جايب هذه الاغنيه باش تعطيك باش يعطيك المفاجاه وكيفاش حتى قررتوا انكم تغنيو بجوج؟ في الاستوديو من دخلنا الاستوديو جا داكشي سبونطاني دخلنا الاستوديو با لازار دخلنا الاستوديو على اساس انا بوحدي اللي على الريكورد الاغنيه. دخلت الاستوديو صافي بديت نغني شويه وقالوا علاش ما ندخلوا شي كلمات بالالمانيه في الاغنيه. هي في جات هاد ايش اللي بديش حبيبي وغنى هو قال احسن مني فهمتي من قال هو احسن مني قلنا صافي علاش وانا بقيت لاصق واش نقول والو اش غني معايا تغني معايا فين غنينا بدا معايا شويه مورسو بمورسو قال لي تبدا ايش اللي بديش حبيبي ومن بعد شي حاجه بقينا قسمنا الاغنيه انا وياك. مزيان. نعم تبارك الله عليكم. وهذا هو ليسبري غادي نقولوا ليسبري ديال التعاون ما بيناتكم. وهنا كنشوفوا بزاف ديال لي كولابوراسيون اللي نشوفوا في العالم كامل ماشي غير عندنا في المغرب. وانتم تقدروا انتم تكونوا مثال ديال هذا الشباب المغربي اللي كل واحد في المجال ديالو فين كيبدا. انت كتغني مزيان والخاله ديالك ولا ولد العمه ديالك كيكتب كيلحن فعلاش لا تكون هاد لي كولابوراسيون هادو اللي نشوفوكم من بعد علاش لا فنان كل واحد كيفاش غادي يمشي في المجال ديالو. الاغاني اللي جايين واش حتى هما غادي يكونوا بيناتكم بجوج يعني نقدروا نقولوا دابا انتم
نتوما وليتو ان جروب اولا هذه غير ديو درتو مع بعضياتكم ومن بعد كل واحد غادي يشق طريقو بوحدو؟ هي في الاولى كيفاش جات الفكره كنا غنغنيو هذه الاغنيه هذه مي من عجبات الناس وقالوا لنا تبارك الله عليكم كملوا بجوج هذه تقدر لا تفارقوا كل واحد بوحدو ما يقدرش ينجح هكا مزيان بقاو هذيك هي فين قررنا اننا نكريو جروب انا وياه غتبقاو مجموعين وانت قلتي باللي عندك يعني اغاني ديجا كتبتيها يعني غادي نسمعوا اغاني اخرى كاتبها نتايا ان شاء الله ديجا اغنيه ديال حبيبتي فينومينال ديجا كتبناها وغنيناها ووجدناها صبدا الفيديو كليب في اصيلا وفي بوليبو سلام على الجزائريه شمالا و صافي كنا باغي ننزلوها في يوتيوب في هذا الشهر هذا وفاجئ هذا القطار احتراما وحداد لحساب الضحايا ديال القطار اللي كنا احنا فيه اصلا واحد الطرف قلنا نحطوها من بعد ان شاء الله في يوتيوب ان شاء الله. نعم هنا غادي بما انك تكلمتي على القطار ما فيها بس اننا نذكروا ولا نتكلموا شويه في هذا الموضوع هذا بما انكم كنتوا من هذوك الناس اللي كانوا ضحايا ديال هذا القطار هذا سي فريكو ما تاثرتوا بحتى شي حاجه كنتوا واقيلا بعاد على الحادث هذا ولكن كيفاش عشتوا هذيك الحادثه وصل القطار نتوما؟ اول حاجه تنعزي كاع الاسر المغربيه على الحادثه اللي وقعت بقنادل حيت راه شي حاجه صعيبه خصوصا حنايا اللي كنا تما كاين في الحادث راه شي 3 ايام ولا 4 دابا حاليا وباقى فيا ديك الخلعه واش نقول لكم كنت انا تانا مريح في هذيك البارتي اللي كومبارتيمون اللي تقاس يعني كانت بروميير كلاس عرفتي دابا جبت حتى الموضوع عرفتي سي نورمال الله يرحم هادوك الناس اللي توفوا الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرزق العائلات ديالهم الصبر اكيد الصراحه هادشي الناس القيمين على هذا المجال ديال السيرك الحديث في المغرب انهم ياخذوا على عاتقهم المسؤوليه ديال كاع هاد الناس اللي كيتنقلوا عندهم كل نهار ويحاولوا يصلحوا جميع الاخطاء اللي كيداروا كل نهار في هذا القطار ديجا القطار في المغرب مشكل كبير اللي خصو يتعالج من جدرو كيف ما كنقولوا نتمنوا ان هذا يكون غير سبب لواحد الاصلاح ان شاء الله ونشوفوا المغرب اللي كيتقدم وهذا الشيء اللي كنتمنوا وصراحه التفاته طيبه انكم اجلتوا انكم تخرجوا الاغنيه نعم. ديالكم احتراما لهذ الارواح اللي هذه نقطه كتحسب لكم نبغيو نعرفوا شنو هو الجديد ان شاء الله من بعد هذه الخطوه هذه ان شاء الله كما قلنا لكم غادي يكون عمل ديال حبيبتي فينومينال اللي كنا عايزين نخرجوا ونأجلوا ان شاء الله من مورا كاينين اعمال مريكوردين واجدين ان شاء الله يخرج كل مره فوق الشاطئ كاين ان شاء الله واحد 6 ديال الاعمال واجدين كاين اللي مصور لهم فيديو كليب كاين اللي عاد تنقرروا فين ان شاء الله نصوروا لهم فيديو كليب هادشي اللي كاين بالنسبه للمواضيع ديال الاغاني الاخرين واش هما يكونوا دائما عندهم علاقه بالحب حيت هضرنا على مافيونسي هضرنا على حبيبتي ماشي 100% لان كان واحد الشالنج بينو وبين يحيى هو فهاد المبر هو برساوي انا ريالي وكنا كان العام اللي فات هادشي هذا كنا اللي ربح الشامبيونز ليغ غادي نكتبوا له اغنيه سواء ريال سواء فارسا بدون تعصب نعم. وصافي ملي ربحت ريال وقلت له صافي واش تمشي بالشالنج وي تقبلت تقبلها بروح رياضيه وكتبنا الاغنيه وغنيت مع الاغنيه وهي يعني تتكلم على ريال وعلى حبيبتي فينومينال يعني على واحد الموضوع ان شاء الله زوين نخليها للجمهور ان شاء الله حبيبته هو حيت هو اللي كاتب حبيبته ظاهره نعم كيعجبك يحيى دائما كيلوح لا بال الطريق تبارك الله عليكم بالنسبه للكوفر كان البدايات ديالك في الكوفر وكنظن هو فاتحه خير عليك ما غادي نشوفوش واحد الكوفر اللي يجمعكم وتغنيوا انتم بجوج كاين هذه الفكره هذه ان شاء الله غادي هو عز على حسني عز على حسني ومامي فكرنا اننا ناخذوا شي اغاني ديال حسني ونعاود نديروا لهم شي ميكس بطريقتنا حنا نعاودوهم بطريقتنا حنا وحيت هو انا عز عليا السونتيمونطا شي حاجه ديال حسيس صافي ان شاء الله نخدموا شي كوفر في المستقبل ان شاء الله هو بما اننا دائما في هذه الفقره هذه كنتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انتم حاضرين على مواقع التواصل الاجتماعي وغتستثمروهم ان شاء الله باش تحققوا واحد الانتشار اللي هو كبير ان شاء الله اول حاجه عندي واحد شويه ديال لي فان في الانستغرام تيتبعوني كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر حتى حنا كنوجه لهم تحيه هما السبب اصلا باش ندير لي كوفر كنت كنلوح غير دي فيديو عاديين سامبل ماشي بروفيسيونيل كنلوح هكا كنهز التليفون وتنغني ولا تنحط التليفون وتنضرب بالجيتارة صافي وكيقولوا لي علاش ما ديرش صافي ويجي هكا كيفاش جات الفكره هما اللي اصلا الدعم ديالي اي والله يعاونكم وتبارك الله عليكم كنتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله شكرا على الاستضافه مرحبا ان شاء الله في بنك الجديد احنا كاين موجودين مرحبا بكم نشكركم على الاستضافه وشكرا لك الاخت وشكرا لك الاخ مرحبا بكم